مرحبا بكم في أولى حلقات سلسلة عرف دواء. الحلقة الأولى غنتكلموا فيها على واحد الدواء مهم جدا، دواء مشهور في الكرة الأرضية كاملة اللي ما كانش اللي مشربوش الصغير فينا أو الكبير. هذا الدواء اللي هو المكون العلمي ديالو معروف باسم باراسيتامول، ولكن المغاربة كاملين أو غالبية الناس كيعرفوه دوليبران، كلارادول، كلارادول بلس أو لا سيتامين. كما قلنا جميعنا تاخذين هذا الدواء، وخصوصا اننا اغلبيه كناخذوه بدون وصفه طبيه، ولكن هذا ما تيمنعش ان هذا الدواء عنده اعراض خطيره وممكن يسبب وفاه لا قدر الله. اذا شنو هما هاد الاعراض هادو وعلاش تسببهم؟ شكون هما الناس اللي ما خصهمش يشربوا هذا الدواء؟ وشحال الكميه اللي ما خص الانسان يتجاوزها؟ هادشي كله غنعرفوه في هاد الحلقة هذا، وتابعوا معنا. شنو هو الاسم التجاري ديال الباراسيتامول؟ كما قلنا هاد الدواء هذا هو الباراسيتامول، واللي معروف عندنا بدوليبران، كلارادول، سيتامين، كلارادول بلس، وزيد وزيد من العلامات التجارية، ولكن نفس المكون اللي هو الباراسيتامول. سؤال آخر، ليش يصلح الباراسيتامول؟ باختصار الباراسيتامول هو مسكن للألم ومخفف لدرجة الحرارة. واش ممكن ناخذه بلا ما نخافه؟ بطبيعة الحال ما يمكنش أي واحد ياخذه. المريض بداء الكبد ما خصوش يقرب لهذا الدواء، وكذلك الإنسان اللي مبلي بالكحول الله يغفر ليه حتى هو ما يقيسش الدوليبران أو الباراسيتامول، لأن الدوليبران والكحول ما كيتحاملوش ويقدروا يطرقوا ليه الكبد ديالو لا قدر الله. ونزيدك، الناس اللي مرض بالقصور الكلوي او اي مشكل في الكبد حتى هما خاصهم يفرقوا بين الحبه والحبه على الاقل بثمانية ديال السوايع. اسمح لي نسيتي، ولكن سمعنا انه يسبب تسممات خطيره جدا. تسممات بطبيعه الحال مثل جميع الادويه اللي كثرتي منه يقدر يسبب لك تسمم خطير واللي يقدر يؤدي بك حتى الوفاه، وهذا اذا شفتي 4 غرام في اليوم اي مده 24 ساعه. هادشي عرفناه، ولكن باش نعرفوا راسنا راه تسممنا كاينين ثلاثه المراحل ديال التسمم بدوليبران، خاصك تعرفهم وتسمع مزيان. المرحله الاولى كتمتد حتى 24 ساعه من اخر ساعه فين خديتي الحبه ديال دوليبران. في هذه المرحله يمكن كتعرق، كيجيك الدوخه، كتنس ما كتقدرش تنوض، بحال صرخينك اعصاب. في المرحله التاليه هنا فين خصك تحضي راسك، حيت المريض كيحسب له انه برا وما تيبقى يحس بوالو، ولكن في هذا الوقت تيكون التسمم باقي كيحفر لك في الكبد ديالك وفي الكلوي ديالك. وملي تبدا تحس براسك كيضرك جنابك وشدك عاوتاني الحريق وبديتي كتقيا، هز كاشتك وسير اقرب طبيب او اقرب مستعجلات اللي حداكم في المنطقه. اجي فين غادي؟ والمرحله الثالثه، سمحوا لي نسيت المرحله الثالثه اللي هي كتبدا من 72 حتى 96 ساعه. هنا تبداو يظهروا لك اعراض ديال واحد المرض سميتو اعتلال الكبد، كتبدا تصفر وكيرجعوا لك العلامات الاولى اللي هضرنا عليهم اللي هما التقيه والصخفه، وكذلك الالم ديال الجانب ديالك. وفي هذه المرحله تقدر تدوزها بسلام وتولي بخير وتشافى من بعد الادويه، ويقدر يولي خاصك عمليه زرع للكبد اللي هي جد مكلفة لحد الآن. اسمح لي، ولكن عندي آخر سؤال، واش ممكن نخلط الدواء ديال دوليبران مع شي دواء آخر؟ كيفاش تخلط دوليبران مع دواء آخر؟ شوف، عندك جوج حوايج عقل عليهم مزيان ملي تبغي تاخذ دوليبران. اللي كياخذ الأدوية ديال الداء السكري خصو يحضر راسو من الباراسيتامول، لأنها تقدر تغلط ليه التحليلة ديالو. وكذلك الناس اللي كتشرب ادويه اللي كتجري الدم، باراسيتامول كيزيد يجري لك الدم. اذا هاد جوج حوايج الانسان خاصو يحضر راسو منهم ملي بغي ياخذ الباراسيتامول. صافي، نمشي. شكرا سيدي. اخيرا وصلنا لنهايه هذه الحلقه من سلسله عرف دواء. كنتمنى الا كنتو اول مره غادي تشاهدوا هذه القناه ديروا الاشتراك
وكذلك تفعلوا زر الجرس اللي يصلكم الحلقات المواليه ديال هذه السلسله. وان كان عندكم اي استفسار ديروه في التعليق ديال الفيديو، وان شاء الله غادي نحاولوا نجاوبوا عليه في حلقات اخرى، ونضم لكم موعد ثاني مع دواء اخر في الحلقه الثانيه اللي هو كذلك دواء مهم. وما تنساوش هذا الشيء كامل كنديروه ماشي كنخالفوا النصائح ديال الطبيب او لا ما هو مكتوب، هنا كنقراو لكم فقط الورقه اللي داخل الدواء، يعني كنوصفوا لكم هذيك المعلومات اللي اغلب فينا ما تيمشيش يقلب عليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.